أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات جديدة وفي القراءات الجديدة احنا زلنا عند بولس الرسول والشعر اليوناني واحنا أخذنا حلقتين وقربنا من ست شعراء الرسول بولس اقتبس منهم أكثر من مرة وإزاي الشعراء دول كلهم رواقيين كلهم وثنيين خمس قصائد من السته موجهه الى الاله زيوس كبير الالهه عند اليونانيين وازاي ان بولس ما كانش عنده اي تعليق ما كانش عنده اي تحفظ في على الاقل الاشياء او الابيات اللي هو اقتبس منها ووصلنا لاهم شخصيه منهم اللي هو ابيمنيدس اللي هو اقتبس منه في تيتوس الاصحاح الاول وازاي قدموا بولس الرسول الى تيتوس باعتباره نبي خاص بهم نبي خاص بهم وخلونا نستعرض قبل ما ندخل في الجزء المهم بقى لانه بولس مش مجرد شخص كان بيقتبس شعر يوناني لكن بولس نفسه اقتبس كتير او ادان نقل لنا كتير من ترانيم الكنيسه الاولى والترانيم ما كانش مجرد ترانيم كانت عباره عن يعني طريقه نقل إيمان إقرارات إيمان مفاهيمنا عن المسيح عن دور المسيح عن تجسد المسيح عن صعود المسيح عن آلام المسيح والكنيسة عبرت بشكل واضح في الأمر ده من خلال الترانيم اللي بنكتشف انها متوزعه في اكثر من كنيسه، يعني نلاقيها في روميا، نلاقيها في افسس، نلاقيها في فليبي، نلاقيها في اماكن مختلفه. لكن خلونا نستعرض في البداية مين هم الشعراء عشان ننتقل من النقطة دي للنقطة الخاصة بالشعر في الكنيسة أو الترانيم اللي موجودة في كيس أنه أول واحد أخذ منه مينوس يعني أول شخص أخذ منه كان اسمه مينوس وقلنا ده مينوس الكريتي وأخذ منه في أعمال 17 28 الف يعني ايه 28 الف يعني الجزء الاول من الايه تاني واحد اخذ منه شا ليماخس وده بردك يوجد في اعمال 17 28 الف اللي هو الجزء الخاص لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد الاثنين اخذوها والاثنين عبروا بيهم في قصائد وبولس كان بيقولنا بيقول لنا بيقول لاهل اثينا كما قال بعض شعراءكم. وبعد كده رحنا كلينتوس وده اعمال 17 28 ب اللي هي بتقول لاننا ذريته وشرحنا التعبير ده او الجمله دي لاننا ذريته قد ايه جت في ترنيمه كلينتوس اللي بي بي بيوجهها الى ذيوس. اربعه اراتوس. وقلنا اراتوس عنده كتاب مشهور جدا اسمه الظواهر. الظواهر دي اللي هي الكون اللي هي الطبيعه كل ما هو ظاهر للانسان ازاي ده بردك بيعبر عن ان احنا ذريته وكتب جمله معروفه ومشهوره اننا منه يقصد زيوس نستمد اصلنا لاننا ذريته. فهنا دي بردك نفس الكلام اللي هي اعمال 17 28 بيت وكده كده قلنا ان في شخص كتب مسرحيه مشهوره جدا اسمها مسرحيه تيس فيبقى بولس راح للشعر اللي يعتبر اكثر غنائي اللي هو كان بيقدم بطريق الغنى غنى للاله ذيوس ترانيم كلها للاله ذيوس ثم ذهب الى الشعر المسرحي اللي هو كان الكاتب اسمه مناندر مناندر ده شخص من كورنثوس يعني ده مناندر الكورنثوسي وشخص رواقي بردك زيه زي الباقيين في عالم او في مدينه غير اخلاقيه اللي هي كورنثوس فالكلام ده بنقراه في كورنثوس الاولى اعتقد اه 15 اللي هي الخاصه بيه ان المعاشرات الراديه تفسد الاخلاق الجيده اعتقد 33 ستة اخر واحد ابيمينيدس ابيمينيدس وابيمينيدس بردك كريتي زي الاول والأول والاخير يعني وده كتب بولس الرسول الى تلميذه تيموساوس تيتوس اسف تيتوس واحد اتناشر هم دول الشعراء ورجع اخذ من شرماخس ورجع اتكلم عن ناس ثانيه وهنكتشف ان كتير من حكمه او الادب اليوناني كان بيكتبوه نفس الناس دي يعني هنلاقي كلينتوس هنلاقي مينوس لما نوصل لبولس والادب اليوناني يعني لكن هنا دول اهم ست شعراء وزي ما قلت لكم ده الاهم على الاطلاق ده النبي الخاص بيهم ده واحد من اشهر الشعراء وكان لانه من كريت فكريت كانت بتفتخر بيه لكنه وقف قصادها واتكلم بشكل واضح عن قد ايه اهل بلده دول كذابون ووحوش رديه وبطون بطاله ناس نهمه ناس شهوانيه ناس كساله ما بتعملش شغل وهكذا ناس مش عايشه كما ينبغي هنوصل بعد كده بقى لبولس الرسول الشاعر هو اولا متذوق شديد للشعر وخلوا بالكم الشعر اللي يكتب شعر أو يتذوق شعر واحدة من الأشياء اللي بتأكد إنك تمتلك اللغة. إنك تقدر يعني تستخدم أو تلعب بمفرداتها. أنت ممكن تعرف لغة لكن لو وصلت لدرجة إنك تتذوق الشعر ولدرجة أبعد إنك تكتب شعر باللغة دي أنت اللغة دي بالنسبة لك هتبقى كأنها لغة الأم اللغة الأم بتاعتك. فدي بولس مش مجرد ناقل لشعر يوناني لكن هنكتشف ازاي كمان كتير من الترانيم اللي كانت مش معروفة في الكنيسة الأولى هو رددها أو عرفنا بيها من أشهر الترانيم دي اللي موجودة في روميا أبتدي بأشهر أشهر, أشهر ترنيمة ما أعتقدش فيها حد ما يعرفهاش اللي هي موجودة في فيليب اتنين فيليب اتنين دي مكتوبة بلغة الشعر ومكتوبة كترنيمة بيقول إيه في فيليب اتنين ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. ده دي, دي المقدمه. لكن بيقول ايه؟ الذي إذ كان في صوره الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله. يعني دخلنا في 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 الترنيمه بقى. والترنيمه دي كانت اسمها اتضاع المسيح وارتفاعه. قصيده اتضاع المسيح وارتفاعه، كانت مشهوره، كانت معروفه. للكنيسة الاولى، دي مش من نظم بولس الرسول. دي مش من تاليف بولس الرسول او من كتابه بولس الرسول لا دي, دي دي ترنيمه مشهوره في الكنيسه وبولس هنا بيختبسها، ويقول لهم خلوا عندكم الفكر اللي كان في المسيح وبيستدعي الترنيمه دي اللي بتشرح لي كيف اتضع المسيح ثم ارتفع وده اللي بيحصل لينا احنا لما نتضع ولما نتمثل به فهنا بيقول كان في سوره الله لم يحسب خلصه ان يكون معادنا لله لكنه اخلى نفسه أخذ صوره عبد صغيرا في شبه الناس انا مش هكمل في الترنيمه دي لكن الترنيمه دي معروفه ان سبع درجات هبوط والمسيح كانه بيهبط درجات سبع درجات الى ان يموت موت العار على الصليب ثم في سبع درجات ارتفاع الى ان يكون عن يمين الله الاب يعني تخيلوا انت سبعه دي عدد الكمال عدد الكمال اكتملت تضاع واكتمل ارتفاعه. اكتملت عظمته. اكتمل مجده. والفكر ده مش فكر عشان نعرفه او نتامل فيه لا عشان نقتدي بيه عشان نعيشه عشان نتمثل بيه عشان كده يقول لهم ليكن فيكم هذا الفكر. بيحثهم على كده. دي مش مجرد ترنيمه بنرنمها عشان نتذكر ما فعله المسيح. مش بس كده لا ده لنتذكر ما فعله المسيح وما ينبغي لنا ان نفعله كما فعل المسيح دي اول ترنيمه كنت احب اقف وسطها الترنيمه الثانيه عباره عن بيت صغير جابه الرسول بولس في افسس 5 14 لذلك يقول دي الترنيمه بتقول كده بقى ده اللي احنا متعودين في الكنيسه نقوله ده اللي عايز يقوله بولس الرسول استيقظ ايها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. هل احنا قادرين نكتشف عظمة الترانيم دي؟ ودورها كان إيه في العبادة؟ وفي التأثير وفي التغيير في حياة الأفراد في الكنيسة الأولى؟ وإزاي احنا الترانيم وده اللي هتكلم عنه، ترانيم في وقتنا دي بتنقل ايمان دي بتنقل معتقدات دي بتنقل افكار دي مش مجرد الحان ولازم تبقى دقيقه جدا في الناحيه اللاهوتيه يعني ما،, ما،, ما تخلينيش ابعد عن الايمان الصحيح بتاعي ما بتكونش بتنقل لي افكار انا مش داريان بها خاطئه يعني مضلله عشان كده الترنيم مش مجرد لحن ولا حتى كلمات آه لا الترنيم دي بتنقل افكار دي بتساعدني في العبادة في الاقتراب إلى الله أدخل بعد كده في رمية 8 في رمية 8 تريمة طويلة شوية جدا بولس الرسول أخذ أجزاء منها في رمية 8 من 31 فماذا نقول لهذا يعني نقول إيه بقى في, في الصدد ده في الكلام ده إن كان الله معنا فمنعنا دي بداية ترنيمة بقى. دي بداية ترنيمة رائعة. ليه؟ لناس بتعاني. ناس آه في اضطهاد ليها. في استشهاد حواليها. في ألم وفي عذابات. في آلامات حوالين حوالينا جوه الكنيسة. الكنيسة مش قادرة إلا إنها تعيش بصعوبة في هذا العالم الذي يضطهدها ويقاومها. ويقاوم عمل الله فيها فبيقولهم ايه مش بيقول هو بينقل الترنيمه ان كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين احنا بنفتكر ان دي كلمات بيخطها بولس الرسول لا دي ترانيم بينقلها وانا كان هدفي في الجزء الثاني ده ان مش مجرد نقف عند الشعر اليوناني نقف عند شعر الكنيسه الاولى وازاي بولس تاثر بيه وازاي بولس قدر يستخدمه وهو بينقل افكار وبينقل معاني الناس عارفة الترانيم دي في روميا في الكنيسة هناك الناس بتردد الكلمات دي فبيخليها تقف قصاد الكلمات دي عشان ترجع تاني تفكر فيها الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا أيضا معه كل شيء إن كان الله معنا فمن علينا إذا كان سيهبنا كل شيء أيضا يعني لم يشفق على ابنه من أجلنا هو في أكتر من كده دافع ان احنا نثق فيه ان احنا نثق فيه فين الثقه اللي هتجي غير لما نبتدي نفكر التفكير الصحيح ده الموزون ده من ساشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا ده مش هيدين ده بيشفع فينا ده بيدافع عنا عن يمين الله الآب. بعد كده يسأل سؤال دي كلها أسئلة. من أول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كل دي ترنيم يا جماعة. كل دي ترانيم. بنعزي بعض بيها. بنقوي بعض بيها، بنذكر بعض بعمل المسيح فيها. عشان ما نخرش. ما نضعفش. ما ننهزمش. وهكذا بس كمان في ترنيمه مشهوره جدا في تيموثاوس الاولى 3 16 عدد واحد عرفت في الكنيسه الاولى بانها ترنيمه الكنيسه خليكم معايا في دي, دي للي بيكتب ورايا دي اسمها ترنيمه الكنيسه هو عباره عن اقرار ايمان في شخص المسيح بماذا نؤمن في شخص المسيح من أول تجسده لغاية ارتفاعه خطوة بخطوة في آية واحدة في تيموساوس الأولى 3 -16. أيضا دي مش من نظم بولس الرسول بولس بيذكر تيموساوس ابنه بيأكد عليه هذه الترنيمة أو هذه القصيدة يقول الكتاب ويقول بولس الرسول في تيموساوس الأولى 3 -16. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى إيه اللي حصل؟ الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكه كرز به بين الامم اومن به في العالم رفع في المجد من اول ظهر في الجسد وده التجسد ده النزول الى رفع في المجد ودي كل حياه المسيح ده اول اقرار ايمان طويل بعض الشيء لأنه كان اقرار الايمان الاول ان يسوع المسيح هو الرب هو الرب يسوع المسيح عارفين لما كان يقولوا الرب يسوع المسيح ده إيماني ده كل إيماني فيه إنه المسيح المخلص إنه يسوع إنه الرب وإنه السيد إنه الملك لكن ده قرون إيمان تاني أو إقرار إيمان تاني بيأكد لي نفس المدلول اكتب بولس بقى فين الترنيمة بتاعته كورنثوس الأولى 13 المحبة وقبليها أفسس واحد لما نفتح مع بعض الاول نبتدي بافسس واحد وبعد كده نختم باجمل قصائد بولس الرسول آه ونقف عندها افسس واحد من عدد ثلاثة لعدد أربعة عشر دي الترنيمة الوحيدة اللي هي جملة واحدة ينبغي أن تقرأ في نفس واحد من ثلاثة لأربعة عشر مفيش فصلة مفيش نقطة من ثلاثة من 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 عدد ثلاثة لعدد 14 دي جملة واحدة طويلة وهي ترنيمة من أول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السميات في المسيح الغاية الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده وفي لمدح مجده دي بتتكرر ثلاث مرات باعتبارها هي القرار في كل مرة لمدح مجده دي مجده كل ما فعله المسيح من أجلنا لمدح مجده دي تميمة رائعة رائعة وزي ما قلت لكم هي كأنها جملة طويلة واحدة في كل الترجمات المعتبرة ما فيش نقطة ولا فصلة هي يعني لولا وجود الأعداد كنا هنقراها قراءة يعني سليمة أكتر لأن هي باستمرار لكن هي موجودة كقصيدة ونختم مع بعض بأشهر القصائد ولو تسالوني كان يقصد ايه بولس الرسول كان يقصد المسيح لو شلنا كلمه المحبه ووضعنا فيها المسيح سيستقيم المعنى يعني هيبقى اكثر وضوحا اكثر ابهارا اكثر اقناعا اكثر قبولا لكن المسيح وبولس ما كانش يقصد ان احنا نقف عند المسيح لكن ناخد خطوه ونحط انفسنا لما نتحد بالمسيح ولما المسيح يعمل عمله في حياتنا ويغيرنا الى تلك الصوره عينها كل واحد يقدر يحط اسمه ويمكن ياخد خطوه ابعد ويحط اسم شريك حياته او اشخاص المؤثرين في حياته او القاده الروحيين بتوعه ويكتشف فيهم المعاني اللي اكتشفها اولا ولمسها اولا في شخص المسيح يقول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال لكن ليس لي محبة، أنتم متخيلين واقف واقف فين هو؟ صاح المحبة دي أنا في رأيي الناس بتهرب منه بتهرب منه لأن هو صاح الكاشف لحقيقة حياتنا وكاشف لينا وكاشف للي حوالينا قد ايه احنا عايشين الكلام ده الكلام ده مش موجود عشان يبقى شعر والكلام ده مش موجود عشان ننبهر بيه الكلام ده موجود عشان يبقى تعليم لينا عشان يغيرنا عشان نقف قصاد كل جمله قصاد كل كلمه ونمتحن انفسنا ما ينفعش نص نقرا صح 12 وصح 14 ونتخطى هذا الإصحاح الجوهري اللي بيفهمنا أن الله محبة، جوهر الله المحبة وأولاده لازم يكون عندهم نفس الـ الـ اليقين ده أو نفس الإيمان ده نفس الحياة دي نفس طبيعة الحياة دي المحبة ليه مش بنشوف المحبة في أولاده؟ ليه مش بنشوف المحبة في أولاده؟ لأنه أكيد ما فيش هذه الصلة صلة الرحم ده ما فيش يعني هذا التأثير المباشر من المسيح في حياتهم في أشياء بتعوق عمل محبة المسيح في حياتنا أعلم جميع الأسرار تخيل أنت عندك كل العلم وقبليها مش بس بتتكلم بألسنة الناس يعني مش بلغات الناس لا والملائكة أشياء لا تخطر على بال إنسان يعني أنت مش بس بتتكلم بالألسنة كان قبليها بيتكلم عن فكرة الألسنة واللغات وبعديها اللي صح ال14 كله عن الالسنه بس حتى لو عندك جميع السنة مش بس بتاعت الناس وبتاعت الملائكة ولا حاجة صرت نحاسا يطن أو صين، قول زي ما أنت عايز اتمتع بمواهب زي ما أنت مش بس عندك مواهب دي وعندك كل العلم عندك كل المعرفة مش بس كده وإن أسلمت جسدي حتى يحترق هو في عطاء أكتر من كده لا لا يكفي لا يكفي هو مش مجرد عطاء هو مش مجرد انتحار هي محبه وكان عندي كل الإيمان حتى أنقل الجبال هو في حد يتصور هذا أن يكون عنده كل الإيمان أنه ينقل كل الجبال ينقل الجبال ولكن ليست فلست شيئا الدباجة دي المقدمة دي تخوف لأنها تعري لأنها تفضح لأنها تشهد ضد الأشخاص المؤمنين بالذات و يعني اخذ خطوه اكتر والقاده اللي بيدعوا انهم يعرفون المسيح ما فهمش كتير من صفات المسيح الصفه الاولى الصفه الجامعه في رايي انا في ثمر الروح بيبتدي بالمحبه ليه لان المحبه نابع كل الثمر اللي بعد كده كل الثمر اللي بعد كده ولا معنى لاي ثمر بعد كده من غير المحبه فالمحبه هي المصدر هي مش مجرد اول ثمره هي الثمره هي ثمر الروح الحقيقي الاول اللي بعد كده نقدر نتكلم عن ثمارهم فاحنا بنقدر نصدق كل شيء هل احنا بنحتمل كل شيء هل احنا بنترفق في النهايه بيقول اما الان فيثبت الايمان ده مهم والرجاء مهم والمحبه هذه الثلاثه ولكن اعظمهن المحبه ما فيش حاجه تساوي المحبه ابدا اوعى تبدل المحبه باي شيء تاني مهما كان يبدو غالي المحبه في نظر المسيح في نظر الله هي الاغلى ولم نرى المحبه ولم نكتشف المحبه ولم نعرف المحبه الا في الصليب الا في الصليب عشان كده يوحنا الاولى 3 16 يوحنا الاولى 3 16 مش يوحنا 3 16 في يوحنا الاولى 3 16 بهذا قد عرفنا المحبه أن ذاك وضع نفسه لأجلنا لازم نكتشف مع بولس قيمة المحبة لازم نكتشف مع يوحنا قيمة المحبة لو كان بطرس هو رسول الرجاء وإذا كان بولس هو رسول الإيمان فيوحنا هو رسول المحبة لكن هنا بولس بيشترك مع يوحنا مئة في المئة. بيشترك مع كل تلاميذ المسيح بيشترك مع كل محب المسيح إن المحبة تنتصر المحبة أعظم من كل شيء تاني الإيمان بنتكلم عن ماضي إحنا عشناه وبنأسس عليه بالاختبار إحنا اختبرناه الرجاء شيء في المستقبل هيحصل لنا إحنا عايشين على أساسه هنا يعني عايش في الأرض على أساس رجاء لكن المحبة هي الماضي والمضارع والمستقبل الماضي هي المحبة هي حياتي لما بيقول في يوحنا الاولى 3 16 بهذا قد عرفنا المحبه وكانه يقدم لنا تعريف للمحبه ان ذاك اي المسيح وضع نفسه لاجلنا بيقول لنا ايه بعد كده في النص الثاني من الايه لذلك ينبغي لنا ان نضع نفوسنا مش لاجل هو لاجل الاخوه اللي تعلمناه من المسيح اللي اخذناه من المسيح مش عشان نرده للمسيح لا عشان نترجمه للعالم هنا العالم بيبحث بيفتش الناس حوالينا ممكن في بيوتنا فأقرب ناس لينا في جيراننا مش قادرين يحسوا يلمسوا المحبة لما بيلمسوا المحبة بيلمسوا فينا المسيح وإلى اللقاء في حلقات قادمة